بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بعد أن قال: الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، ومش كده بس، إن يسلبهم الذباب شيئا ما يضروش. فإذا كنتم تسويهم وتعبدوهم زي عبادة ربنا أو تعبدوهم دون عبادة الله، يبقى أنتم مش عارفين قدر الله. لو كنت تعرفوا قدر الله لاستحيتم أن تقارنوا، ما يصحش المقارنة. يبقى ما قدر الله يعني ما عرفوا قدر الله. وقلنا القدر هو المقدار، وقلنا فيه برضو قدر بمعنى التضييق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يبقى متعدي وفي على قدر عليه إيه؟ رزقه. طيب، ومن قدر عليه رزقه فلينفق إيه؟ مما أتاه الله. كلام كويس. يبقى مثلا قدر تأتي لهذا المعنى، وتأتي لمعرفة إيه؟ المقدار. ومعرفة المقدار يعني إيه؟ كميته. إن كان بالطول قلنا نسقسه بالطول، إن كان مساحة نقيسها بالمساحة، نبقى طول في إيه؟ في عرض. إن كان حجم طول في عرض في إيه؟ في ارتفاع. بس الثلاثة دول، الطول والمساحة اللي هي طول في عرض وطول في عرض في الارتفاع، مقياس التقدير فيهم واحد. ولذلك يقول لك إيه؟ إن كان في الطول يقول لك طوله كذا متر ويسكت، إن كان في المساحة يقول لك متر مربع، إن كان في الحجم يقول لك متر مكعب. انما الوحده ايه؟ الوحده كلها ايه؟ متر، طولا مساحه حجما. كويس كده. بس كل حاجه لها مقدار مخصوص بحسب طولها بحسب كثرتها. طب ادي مقدار. في تقدير اخر للوزن، كثافه، نبقى نقول ده مثلا رطل، ده وايه ده، ده الايه ده، درهم، ده كيلو مثلا، حاجه زي كده. يبقى معرفه المقدار ازل. طيب، قال لك المقدار قد يكون شيئا ماديا وقد يكون شيئا ايه؟ معنويا. فاذا كان في المادي، ولذلك يقول لك ايه؟ فلان كبر، يعني بقى سنه ايه؟ اتنطق كده وبقى كويس. انما في المعنويات يقول كبر، كل ايه؟ ولذلك هناك يقول لك كبرت كلمه تخرج من ايه؟ الله. يبقى اذا دي عظمت. يبقى اذا فيه تقدير للكم المادي وفي تقدير للايه؟ احنا طبعا الله ليس ماده، الله فوق المادة. يبقى معنى المقدار إيه؟ عظمته في صفات الكمال فيه. نعم، ما قدر الله حق، لأنهم لو كانوا يعرفون شيئا عن قدر الله ما تركوا الله معبودا وراحوا لإيه؟ للي لا يخلقه ذباب واللي يسلبه الذباب شيئا، لأن ما قدر الله حق قدره. وإن الله لقوي، إن الله لقوي عزيز. الله، إن الله لقوي. طب إيه علاقتها بالمسألة دي؟ أم قال لك ما هو ذوك ضعف، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى لا، في قوة، قوة عن العابد مش عايز عبادتك، وقوة عن المعبود لأنه هو يحطمه ويقدر يعمله. يبقى يجي قوي هنا ولا ما يجيش؟ وبعدين أنتوا عملتوا فيه بقى مضرة، دي الله بيقول لكم اعبدوني أنتوا عبدتوا الأصنام، يبقى فيه مضرة إيه؟ الاثنين. ده هو عزيز لا يغلب. يبقى إذن إن الله قوي عزيز جاي عشان ضعف الإيه؟ الطالب والإيه؟ والمطلوب. وما دام أنتوا هتعبدوا ده ولا تعبدوش دي، المسألة معركة ولا إيه؟ إن كانت معركة الله ولا إيه؟ عزيز لا يغلب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. كلمة ما قدر الله حق قدره جاء في آيات كتير. ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى برضو انتوا مش عارفين مقدار ربنا. ده مقدار ربنا واخد الكمال في كمال العدل، ازاي يحب يكلف عباد يعبدوه ولا يبلغهمش برسول. ما كنا معذبين حتى ايه؟ يبقى انت لما تقول ما ارسل وما قدر الله قد، اذ قالوا ما انزل الله على بشر ايه؟ من رسول. يبقى بدك توصف ربنا بانه بده يعذب الناس كده من غير بقى وما كنا معذبين حتى ايه؟ حتى نبعث رسول. وبعدين بيرد عليهم قل فمن انزل الكتاب الذي ايه؟ جاء به موسى. ما دام ما فيش ما بعتناش رسل،
وهناك برضه ثانية ما قدر الله حق قدره، فمنعوا عنه صفة العدل في أن يعذب من غير ما يبعث بلاغ. وهناك آية ثالثة برضه ثالثة يقول وما قدر الله حق قدره عظمة أخذ على المخالفة، وما قدر الله حق قدره إيه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن عدالة لازم نبعت، قوة وجزاء نقدر. نعم. وما قدر الله حق قدره، يقال قدره حق قدره. إذن في برضو واحد يقول قدره قدره بس يعني مش حق القدر، كأن أموره تختلف. يعني انت مثلا تيجي تقول والله الاوضه دي كام، تقول تقريبا كده يعني 5 في 4 تقدير، انما يمكن بعدين تطلع شويه زايده شويه ايه، يبقى انت قدرتها تقدير ايه اللي بيسموه تقدير اجمالي، انما حقيقي بقى وتجيب المقياس وده اسمه حق ايه، حق قدر. طب وانت تقدر تقدر ربنا حق القدر؟ لا، حق القدر في استيعاب العقل البشري، لان كمالات الله لا ايه لا تتناهى. خلاص كده يبقى طيب. ولذلك يقول لك ايه يعني قلنا زمان فاكرين لما قلنا حق اليقين، حق هو كله يقين، استيقان النفس بشيء يبقى يقين، علم ادي يقين، عين ادي يقين، حق يقين يبقى ده حق الايه، حق اليقين. ولذلك لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، الصحابه قالوا هو احنا نقدر على حق تقاته دي؟ طب حق تقاتل دي صعبة علينا قوي. فأنزل الله قوله اتقوا الله ما استطعتم، الله أكبر ما شاء الله سيدي، اتقوا الله أي ما استطعتم، وقال والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إنما ما تقدروش أنتم على اللي يستحق إيه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مالناش شغل يعني، لأنك أنت لما تحب تثنى عن واحد عايز تحصي في هذا الكمال وتجيب الأسلوب القوي اللي يجمع إيه الثناء الكويس المناسب لله، انت ما عندكش دي. ام ربنا سبحانه وتعالى ان من رحمته بالبشر تحمل عنهم الثناء عليه، علشان لما يجي نسنى عليه البليغ يقدر يسنى ثناء ايه، يقدر يسنى ثناء جامد كده ويقول شوية انشا كده وبتاع. طب والغلبان اللي ما يقدرش يعمل ايه؟ فقال له اطمئن اني حوضع صيغة الثناء من عندي عشان يستوي فيها الفيلسوف وراء الشاه. ولذلك النبي قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليه. ولذلك احنا قلنا زمان في أول تفسير سورة الحمد لله رب العالمين، قلنا لما ربنا علمني صيغة الحمد، الحمد لله، طب انت كنت تحب تحمد تقول ايه يعني؟ مسألة ما نعرفش ما نقول ايه. أم هو قال لك لا احمدوني بالكلمة دي. إذن تعليم الخلق كيف يحمدون الله بصيغة الحمد لله نعمة أخرى تستحق أن يحمد عليها الله. يبقى الحمد لله على النعمة يستحق الحمد لله على أنه علمنا الصيغة، ولما نحمده على الصيغة برضو يستحق الحمد على أن حملناه على الصيغة. وبعدين دي الله إذن سلسلة حمد. أم قال لك إيه؟ وليظل الله دائما محمودا ويظل العبد دائما حامدا. ربنا يزيدك كمان وكمان يا مولانا. آمين يا رب، يزيدك كمان وكمان. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. بعد ما تكلم بقى عن الإلهية، الألوهية، ويجب أن يكون الإله له صفات الكمال المطلق، ولا تدخلوش في الألوهية اللي ما يستاهلش إنه يبقى بس مش إله، يستاهل يبقى مخلوق حتى لو ميز، حتى ما تدخلوش في الحكاية دي. تكلم عن الإلهيات ودي قمة العقائد. بعد ما نؤمن بالإلهيات بالصفاء ده وبالتخليص ده، قال لا بد من البلاغ عن هذه القوة الإلهية. نبلغكم إزاي؟ لازم نبعت رسل بقى. فقال ايه بقى هنا؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تبقى المرحلة الثانية بعد الإيمان بالقمة الإلهية ايه؟ الإيمان بالرسل. الله ايه؟ يصطفي. الاصطفاء هو اختيار نخبة من كثير، معنى اصطفى يعني خد شيء من ايه؟ من كثير. وإذا كان الاصطفاء اختيار شيء قليل من كثير، يبقى دل على انك هتاخد الخلاصة منه. طب ويختلف الاصطفاء باختلاف المصطفى،
هو هيؤمن مين اللي بيصطفي؟ قال لك ده الله اللي بيصطفي. يبقى ده هيجيب ايه بقى؟ هيجيب الخلاصه، الخلاصه اللي ما فيهاش الله يصطفي. والاصطفاء سائر في كل الكون. هو بيقول انه يصطفي من الملائكه رسل، وقال ويصطفي من الناس ايه؟ رسل. وبرده يصطفي من الازمنه زمانا. يصطفي رمضان كده يقول صوموه ليا ومش عارف واعمله فيه ايه. يصطفي من الامكنه مكانا يقول لك الكعبه ومش عارف ايه وبتاع. اذا الله يصطفي من كل خلقه بجميع افرادها ما يشاء. لكن الاصطفاء اللي ربنا عمله ما جعلهوش اصطفاء تدليل، مش اصطفاء عشان يدللوا على الناس، ده اصطفاء علشان يشيع اصطفاءه على خلق الله. يشيع اصطفاءه على مين؟ يعني لما اصطفى رمضان على سائر الزمن هو بيدلل رمضان؟ ده بيقول لك لا، خذ شحنه تقوي روحك وتصفيه عشان بقيه الايام تستفيد من صالح عملك فيها. وبرضه في المكان، وبرضه في الرسل، وبرضه في الملائكه. يبقى الاصطفاء ماشي ولا لا؟ ومره يتكرر الاصطفاء، بس المتعلق بتاع الاصطفاء هو اللي بيختلف. يجي مثلا المستشرقين يقول لك ايه؟ يا مريم ان الله اصطفاك. طيب كويس يا ربنا اللي قلت اصطفاك، وطهرك واصطفاك تاني. ايه اصطفاك واصطفاك؟ قال له لا، انت ما فهمتش، في فرق بين الاصطفاء الاول والاصطفاء الثاني. ده اصطفاك بان تكوني تقية متبتلة قاعدة في المحراب لله، خلاص. لكن الاصطفاء الثاني ده على النساء في انها تلد بلا رجل. ده موضوع وده موضوع، ده موضوع وده ايه؟ وده موضوع. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قول الله يصطفي من الملائكة رسلا، إذا الملائكة هنقسموا قسمين، ملائكة مصطفى وملائكة مصطفى منهم. لكن في آية يقول إيه؟ جاعل الملائكة كلهم، مش قايل كده القرآن؟ جاعل الملائكة إيه؟ رسلا. نقول له الله، ما هم الرسل لمين؟ هو بيصطفي هنا الرسالة اللي هتتصل بالإنسان، إنما الملائكة الثانية لها رسالة مع عوالم أخرى، مع عوالم إيه؟ فبتكلم على مثلا اللي لهم صلة بينا، جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل والحفظة واللي بيكتبهم دول مش عارف إيه، يصطفيهم من الملائكة لنا. إنما الملائكة الثانية يمكن مصطفيهم للتفرغ لعبادته، فهم مهيمون لا يدرون بهذا الخلق كله. ولذلك لما قلنا في إبليس يقول له أنت استكبرت أن تسجد مع الملائكة، أم كنت من العالين؟ استكبرت أم كنت؟ يعني إذا فيه ملائكة عاليين ما شملهمش الأمر، يبقى لهم مهمة ثانية ولا لا؟ يبقى لهم مهمة ثانية. ما شاء الله يا مولانا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع إيه؟ بصير. الله سميع بصير. أم قال لك السمع يتعلق بالأصوات، والبصر يتعلق بالمرآة، ودول قلنا أنهم عمدة الإيه؟ عمدة الأحداث. وبعد ذلك بيقول ما دام هصطفي رسل، بين لنا بسميع بصير ده إيه؟ إن الرسل هيجابه بأقوال تؤذيهم واستهزاء، ويقابلوا بأفعال عراقيل. فقال أنتوا هنصطفيكم لما هتتعبوا برضه، هيجي لكم تعب، وأنا إيه؟ سميع ما يقال لكم وبصير بما يفعل معكم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. اللي بين إيديك يبقى هو اللي قدام، ويبقى بين يديك يعني إيه؟ قدام. واللي خلف يبقى منهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. بيقول كل واحد يعمل اللي يعمله، لان المساله مش من سابه، بعدين هترجع كل الامور ايه؟ المرجع مش انا خلقتكم وتفلتون مني، لا، هترجعوا ايه ليا. اللي هيتعب في الدعوه وينصب ومش عارف ايه ويتحمل ياخد جزاؤه، واللي هيتعب الرسل هياخد ايه؟ هياخد جزاؤه. وما يحدث لهم انما يكون من ناحيه الاقوال المستهزئه أو السابة أو الشاتمة، ومن ناحية الأفعال التي تعرقل إيه؟ الدعوة. ثم انتقل من الإلهيات
وبعدين الى الرسل. طب الرسل هيجيبوا ايه؟ منهج، منهج عشان يعمل ايه؟ عشان ينظم حركه حياتنا. موجزه ايه؟ افعل كذا ولا تفعل، ولا تفعل كذا. طيب افعل كذا ولا تفعل كذا، تيجي كلها تشمل كل حركه الحياه. قال لك لا، ده انت تلاقيها محصوره، الاوامر والنواهي محصوره والباقي مباح. يبقى ربنا ما خدش كل حركه الحياه اوامر منه، انما خد بس الاصول التي تعصم الحركه من الاهواء، افعل دي ولا تفعلش دي، والباقي تركه. تفعله على اي وجه يبقى ايه؟ يبقى صح. ولذلك العلماء لما يجوا يختلفوا في الفرعيات والاجتهاديات، طب ربنا لو اراد الحكم محكما لا اختلاف فيه كان يقوله ولا ما يقولوش؟ طب امال سابوا ليه اننا نختلف فيه ونلخبط ونقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا ليه؟ أم قال لك مراده هذا، مراده ليه؟ لان الحق خلق الانسان مسخر في اشياء ومختار في اشياء، فجعل الحكم عليه في تنظيم الحركات مجبر في اشياء، وبعدين في اشياء يعملها ما يعملهاش قد بعضها. فلو ان الناس تركوا المجتهد يجتهد وما وسعه الاجتهاد، واللي يصل اليه يقول ده حق، واحد تاني مجتهد يصل اليه يقول له برضه ايه، لان الله لو اراده على لون واحد ايه لقال، انما ما دام تركوا محتمل للاراء يبقى اذا هو مريد ان تكون هذه الاراء. ليه؟ ام قال لك علشان يبقى ابن ادم كما هو محكوم بقهر في كثير من الكونيات عليه، ومحكوم باختيار، يبقى برضه الايه التكليف كده برضه مقهور في اشياء اللي هي الاصول اللي لو سابها العالم يفسد، انما الثانيه انت عملها ما تصح وان ما عملهاش يبقى ايه؟ يبقى تصح. فانتقل بعد ذلك الى المنهج بقى، بعد ما تكلم عن الالهيات وتكلم عن الرسل في قوله الله يصطفي، تكلم على ايه؟ يا ايها الذين امنوا. بقى ذوك قال يا ايها الناس ضرب مثلا، ما هو بده يلفت الناس اللي بيعبدوا الاحجار، انما هنا عايز اللي بيعملوا العباده بقى. يا ايها الذين امنوا، ساعه ما بيقول يا ايها الذين امنوا بيجيب لهم احكام، لانه لا يكلف بالحكم الا من امن به، انما اللي ما امنش بيه ما هوش اهل لحمل امانه الايه، مش حمل، ما نظمش له حياته. ولذلك قلنا بتاع المرور اللي ما سمعش كلامه يسيبه ايه يتوب، انما يقول انما يباشر مين ويعين مين؟ اللي سمع كلامه قال له كتر خيرك ومش عارف ايه وحمدت ربنا اللي انت موجود وهو الى اخره. يبقى ربنا ما بيكلفش ايه. فاذا ناداك بما يكلفك به فاعلم ان الجهه منفكه. ما هو يجي برضو بعض الذين يعترضون على بعض اساليب القران في ظاهره، يقول لك يا ايها الذين امنوا امنوا، لا انت تخاطبهم بيا ايها الذين ايه امنوا، تقول لهم امنوا، طب ما انت هم موجودين مؤمنين. هم قال لك لا، يا ايها الذين امنوا قبل سماع الحكم الجديد ظلوا على ايمانكم في الحكم الجديد. ما تسيبوش الايمان، استمروا فيه. ولذلك اذا طلبت من شيء شيئا هو موصوف به فاعلم ان المراد الدوام عليه، المراد الايه؟ انت صحيح ايها المؤمن الى الان مؤمن، يا ايها الذين امنوا خلاص، فانا هجيب حكم جديد برضو امن بالحكم الايه الجديد، امن بالحكم الجديد. وبعدين لازم تعرف ان في فرق بين الايمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم. في واحد يؤمن بالحكم هو من الله، بس تنفيذه بقى يبقى عاصي، يعني ما يعملوش، مش شاكك في ان الحكم، لا هو كده. ولذلك شوف لما ربنا حب يقول الحال الحج قال ايه، ولله على الناس حج البيت، اللي لله على الناس انهم يحجوا ايه البيت. طب كمل الآية كده، طب من استطاع، دي ضروري تكليف بالاستطاعة، وبعدين قال ايه اللي يكفر بعد كده فمن كفر، قال بقى اللي ما يحجش يبقى كفر؟ قال لك لا، لله على الناس حكم يعتقده المؤمن بأن ربنا له ان على الناس يحجهم، انما تنفذه او ما تنفذوش دي حته تانية. يبقى ايمان بالشيء وبعدين تنفيذه الايه المؤمن به. يا ايها الذين امنوا، بعدين يجيب يجمع في التكاليف اللي هو جابها علشان المنهج،
حكاية الصلاة. حكاية ايه؟ اول حاجة اقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ايه تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. التكاليف كلها اللي هيجيبها الرسل من عند الإله الواحد كتير، بس ربنا جاب هنا ايه التكليف الذي يتكرر كل يوم 5 مرات، لأن بقية التكاليف اللي عايزة شهر في السنة مش كده، واللي عايزة حاجة في العمر كله، واللي عايزة حاجة يوم المحصول ما يجي نعمل زكي، إنما الصلاة إيه؟ العبادة الدائمة. ولذلك يقول لك الذي يفرق بيننا وبينهم إيه؟ الصلاة. ولذلك يقول لك الصلاة إيه؟ عماد الإيه؟ عماد الدين. وإحنا قلنا نظرا لأهمية الصلاة خصها الله بظرف تشريعي خاص، كل تكاليف الأحكام جاءت بالوحي، لكن الصلاة وحدها جاءت بالمباشرة. احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا هب ان انسان له رئيس، وعند الرئيس ده شيء يعني مهم شوية، الرئيس في العاد الاول بلاش مهم دي، في العاد ياخد ورق وروتين، والورق بعدين ياخد دوره ويروح عند الموظف الثاني خلاص، انما شيء مهم يوم يعمل ايه؟ يجيب التليفون كده يقول له والله بعت لك معامله صفاتها كت وكت وكت، نفذها بسرعه ولا اعمل دي بالتليفون، شيء مهم قوي قوي جاي من عالي قوي، يقول له طب تعالى عندي هنا عشان انا عايزك الورق ده، عايزينه مش على الله. يبقى اذا على حسب الاهميه يوجد ظرف التشريع. فالصلاه بقى ما جاتش كده كاي تكليف، بواسطه الوحي جاءت من مين؟ من الموحي. ليه؟ لأن الصلاة وصلة بين العبد وربه، فشاء أن يحرمها حتى من هذه الواسطة. طيب استدعاه وبعد ذلك فرض عليه الايه؟ الصلاة. أم قال لك وكمان ميزته لذلك هو الركن الذي لا يسقط أبدا، بيزكي ما عنديش، بحج ما استطيعش، بصوم مريض او مسافر، صلي لا بقى. ان استطعت ان تصلي قائما فصلي، ما استطعتش تصلي ايه؟ قاعد. طب قاعد ما اقدرش صلي نايم. الله. طيب ما تقدرش حتى قال لك برقبتك كده، الله، ما تقدرش حتى تحرك رقبتك، قال لك بطرف عين، قال لك ما تقدرش، قال لك اورد اعمال الصلاه على قلبك. المهم لا يمر عليك شيء وقت الا وانت في بالك ربك. اذا كان بيمر بالشيء اللي هو ده بقى مداوم عليه. وبقى شوفها بقى، احنا قلنا بقى كل الارض بقى بتتكرر الصلاه كم مره، وتدوم الصلاه قد ايه، وكل وقت الله يعبد فيه بكل وقت. ولذلك هناك الراجل الصوفي يقول له يا زمن، بيكلم الزمن، يا زمن وفيك كل الزمن. الله الله الله. ايه يا زمن وفيك كل الزمن؟ اذا يا ظهر وبرضه فيك العصر وفيك الظهر وفيك المغرب وفيك العشاء، يبقى يا زمن وفيك كل الايه، فيك كل الزمن. قلنا الله معبود بكل وقت، بكل وقت، في وقت الظهر بيعبد بكل الاوقات، وفي الركعة في الصلاة الواحدة بيعبد في كل وقت بكل ركعة، دي في الركعة الأولى، وده في الركعة الثانية، وده في الركعة الثالثة، وده في الركعة الرابعة، وده بيقول الحمد لله، وده بيخلص يقرأ السورة. يعني مسألة مستمرة، عبادة لا يمكن أن تنتهي للحق. ليه؟ لأن العالم كله داير بالشكل ده. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قال لك خد بالك، قد واحد يأتي بالعمل وظاهر وكل حاجة. المنافقين كان أسبق الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة،
قال لك بقى اركع واسجد بس واعبد ربنا. خلي العمليه دي حركه ايه مقصود بها الله، مقصود بها ايه؟ مقصود بها الله. هي انا مش عايزها حركه انك تقوم وتقعد ومش عارف. ما هو واحد يقول لك ما هو الصلاه بتقول رياضه، ادي احنا هنعمل رياضه وتمارين كل يوم وهنعمل رياضه مستوعبه اكتر ونرفع ايدينا كده ونعمل كده. قال لك انت مهما عملتها بس مش عباده، لان العباده ان تصنع، لان المعبود قال لك افعل هذا. نعم. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هذه كل بقى افعلوا الخير بقى دي تاخد كل الايه، كل اوامر التكليف، بس جت مع الصلاه بالاجمال. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. ولذلك احنا قلنا لما ربنا دعا الناس الى صلاه الجمعه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى لم ياخذهم من فراغ، انما اخذهم من عمل حياتي اللي هو الايه؟ البيع. والبيع ده عمليه تجاريه، عنصر امامه شراء، مش في بيع وشراء. ولذلك برضو جاب زاروا البيع مش الشراء، ولا زاروا التجاره؟ قال لك طيب ما كان يقول وزاروا كل حاجه تانية، ما جابش الا البيع. قال لك لان البيع دي في قمه حركه الحياه كلها، لان البيع هيقابله الشراء. لا يوجد بائع الا هو مع ايه؟ مشتري. ولا يباع الا شيء، الشيء ده انتجه واحد وياخده واحد يستهلكه. وكل حركه الحياه اما انتاج واما استهلاك. يبقى قمتها ايه؟ في البيع والشراء. جاب البيع ليه بقى وساب الشراء؟ قال لك لان البائع يبيع وهو ايه؟ مبسوط. انما الشاري يمكن يشتري وكاره، ولما يروح تقول له اشتري لنا كده يقول لا لقيت المحل مقفول، وينبسط كده ومش عارف. والى لقائنا ان شاء الله.